السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ستيبل ديفيجن اون ويب، بيقدر يحول لك البرومت لصور زي ما انت عايز. كل الصور دي معمولة من خلال الموقع. كل عليك ان انت هتديله برومت معين وتقول له الستايل اللي انت عايزه، وهو يبدأ ان هو يكونه لك. تمام، عندك انواع كتيرة، كذا ستايل تقدر تختار، عايز كيتشر، عايز اي حاجة طبيعية، عايز اي حاجة، يبدأ ان هو يعملها لك. وعنده برومت داتابيس، يعني قاعدة بيانات فيها افضل الكلمات اللي ممكن تعمل لك صور باحترافية عالية. تمام، زائد ان انت لو جيت هنا اي تولز، هتلاقي فيه بعض الادوات اللي ممكن تساعدك، زي مثلا برومت جنريتور يبدأ يعمل لك البرومت، كنترول نت تديله صورة معينة يبدأ ان هو يلتزم بيها. يعني ممكن تديله مثلا صوت حد بيلعب كونغ فو، وتكتب له مثلا عايز قطة، فيبدأ يعمل لك قطة بتلعب زي بروسلي، وهكذا هتلتزم بالحركات اللي موجودة في الصورة. طيب، في هنا مثلا برضو يقدر يعمل لك حاجات بيكس ارت بشكل جميل، وممكن تختار اكزامبل من هنا وهو يبدأ ان هو ينفذه لك. بيديك هنا بقى تحكمات اكتر، بحيث ان انت تتحكم في الصورة اللي هتطلع، او مدى الالتزام بالصورة الاصلية اللي انت هتديها له، او ما يلتزمش بيها، يعمل عليها شوية تعديلات. هنا ماجيك بروميت يقدر يساعدك في ان هو يعمل برومت، وفي تطبيق هنا ممكن تحمله بحيث ان انت لو عايز تشتغل من خلال الموبايل. عندك هنا الاندرويد وعندك الايفون، تقدر ان انت تشتغل عليهم. انيمي ماستر، هنا انا اديته هورس فلاينج، فبدأ يعمل الصور بالشكل دوت، كان في حصان بيطير. طبعا لما بتدوس على الصورة بيبدأ ان هو يكبرها لك، وتقدر تعدل فيها. وهنا النيجاتيف برومت اللي هي الكلمات اللي هي مش عايزة تطلع معاك في الصورة،